طيب كده الاربع عضلات اللي خاصه بمنطقه الماستيكيشن وخاصه بحركه الماستيكيشن اللي اسمها ماسلز اوف ماستيكيشن خلصوا. واحده فيهم كان في التمبرال ريجن هي التمبراليز، والثانيه كانت في البروتيد ريجن المسيتر، واثنين كانوا في الانفرا تمبرال ريجن اللي هما الميديال واللاترال تريجود. اذا الانفرا تمبرال ريجن دي ريجن كبيره فيها كونتنت، فيها ماسكولار كونتنت هي عباره عن اثنين ماسلز، وفيها نيرفس كونتنتس عباره عن اربعه نيرفس. اول نيرف فيهم واكبرهم واشهرهم هو المانديبولار نيرف. مين هو المانديبولار نيرف؟ المانديبولار نيرف هو النيرف المسؤول عن تغذيه عضلات الماستيكيشن بالموتور انرفيشن، قلناها قبل كده. لكن هو النيرف البرانش الثالث اللي خرج من الترايجيمينال نيرف. مين الترايجيمينال نيرف ده؟ ده الفيفث كرينيال نيرف. اداني ثلاث برانشات. برانش يغذي منطقة الاوربت اسمه اوفسالميك، برانش يغذي منطقة المجزلة اسمه مجزلري، والبرانش الاخر احنا شايفين منظر عامله وهو رايح يغذي منطقة الانفرا تمبورال ريجون او منطقة المندبل واسمه مانديبولار نيرف. المانديبولار نيرف ده المنظر ده هيوريني الشكل العام له، البيجيننج البداية ثم الكورس بتاعه. زي ما احنا شايفين من البدايه بتاعته ده برانش طالع من الترايجيمينال نيرف، دخل هنا من الفورامن اوفال ومشي مسار في قلب الانفرا تمبرال ريجون. ده كان منظر عام رفلي كسيرفيس اناتومي. لما نيجي نتعرض له بعد كده تعالوا نشوف الكلام على المانديبولار نيرف هيكون ازاي. المانديبولار نيرف البدايه بتاعته بيتكون من لارج سنسوري روت جاي من الترايجيمينال نيرف، وسمول موتور روت هو ايضا من الترايجيمينال نيرف. التو روتس يتحدوا مع بعض ويدخلوا من بوابه هي فورامن اوفال ان شيب اسمه فورامن اوفال، ويغادروا الاسكال عن طريق الفورامن اوفال. وتحت الفورامن اوفال هيمشوا مشوار من نص الى واحد سنتي ويعملوا ترانك اسمه مانديبولار نيرف ترانك. هذا المانديبولار نيرف ترانك نشأ من اتحاد التو روتس مع بعض، اللارج سنسوري روت والسمول موتور روت. تحت مع بعض عملوا الترانك، الترانك ده هيتفرع لفرعين اتنين. هيديني برانش طالع من الموتور روت وبرانش طالع من السنسوري. اللي طالع من السنسوري روت اللي هو اللي انا عامله هنا باللون الاخضر اسمه، اللي باللون الاحمر اللي هو الموتور روت اسمه نيرف تو ذا ميديال تيروجويد، ويغذي عضله اسمها الميديال تيروجويد اللي احنا قلناها من شويه اللي هي احدى عضلات الماستيكيشن. اما النيرف اللي طالع من السنسري بارت اوف ذا ترانك اللي هو اسمه نيرفس سباينوزس، هذا النيرف ده بيديني سنسوري انرفيشن تو ذا ديورا ماتر، ويدخل للكرينيال كافيتي مره ثانيه عن طريق فورامن اسمه فورامن سباينوزم، يقع جاست بهايند ذا فورامن اوفال. طيب المانديبولار نيرف ترانك سرعان ما ينقسم الى قسمين اثنين، انتيريور ديفيجن معظمه موتور وبوستيريور ديفيجن معظمه سنسوري. تعالوا نشوف الايه البرانشز اللي خارجه من الانتيريور ديفيجن. اول برانش كان موتور برانش اسمه ديب تمبورال نيرف، رايح يغذي التمبوراليز ماسل. واحنا قلنا التمبوراليز ماسل هي احدى عضلات الماستيكيشن اللي تاخد نيرف سبلاي بالمانديبولار نيرف عن طريق الديب تمبورال نيرف. النيرف الثاني اللي خرج من الانتيريور ديفيجن اسمه ماسيتريك نيرف، الماسيتريك نيرف رايح يغذي الماسيتر ماسل. اما النيرف الثالث فاسمه نيرف تو ذا لاترال تريجويد. هنا احب اقف اقول ان النيرف تو ذا لاترال تريجويد طالع من الانتيريور ديفيجن اوف ذا مانديبولار نيرف، انما النيرف تو ذا ميديال تريجويد طالع من المانديبولار نيرف ترانك نفسه. طيب ده البرانشز اوف ذا انتيريور ديفيجن. هل كل الانتيريور ديفيجن كان بيديني موتور؟ لان في برانش اخر سنسوري كان ماشي مع الانتيريور ديفيجن اسمه بكال نيرف. مين هو البكال نيرف؟ البكال نيرف ده سنسوري نيرف. سنسوري نيرف جاي ماشي فقط مع البرانشز اوف ذا انتيريور ديفيجن ورايح يغذي، يخترق الباكسينيتور ماسل ولا يغذيها. لان الباكسينيتور ماسل كانت سكليتال ماسل تاخد نيرف سبلاي من الفيشيال نيرف، اما البكال نيرف ده سنسوري نيرف يخترق الباكسينيتور ولا يغذيها، انما يغذي الميوكس ممبرين اللي تحتيها والسكين اللي فوق منها. ده كان الانتيريور ديفيجن والاربعه برانشز بتاعته. طيب ماذا عن البوستيريور ديفيجن؟ البوستيريور ديفيجن هيديني ثلاثه برانشز. لينجوال نيرف واضح من اسمه انه رايح يغذي التنج، والبرانش الثاني اللي وراه اسمه انفيريور الفلار نيرف
واضح من اسمه ان رايح يغذي اللور ماندبل والاستراكشرز اللي ريليتد ليه. اما النيرف الثالث طالع بتو روتس واسمه اوريكولو تمبورال نيرف، ودخلناه قبل كده ذكرناه مرتين اتنين، مره مع الفيس ومره مع السكالب، لان ده من السنسوري نيرف سبلاي اوف ذا فيس اند دي سكالب. لاحظ ان البوستيريو ديفيجن كان معظم برانشاته سنسوري. طيب ما الانتيريو بريست ديفيجن كانت معظم برانشاته موتور ما عدا واحد بس، فالبوستيريو ديفيجن هو كمان بالمثل هيقول انا عاوز واحد موتور برانش من الانتيريو ديفيجن، فهياخد هنا موتور برانش يمشي مع الانفيريو الالفلر اسمه نيرف دو زمايلو هايويد، بيغذي احدى العضلات اللي خارجه من الفيرست فرينجال ارش وبتشكل الفلور اوف ذا ماوس واسمها مايلو هايويد ماسل. هذه البرانشز بصفه عامه، الكلام عنها بصفه عامه. نتكلم بعد كده بالتفصيل على كل نيرف، لكن احب اذكر قصه انسانيه تفكرني بهذه البرانشز اللي خارجه من المانديبولار نيرف. اذا حبينا ده احنا قلنا قبل كده دلوقتي حالا قلنا القصه العلميه ان هو سمول موتور روت ولار سمول سنسو موتور روت ولارج سنسوري روت وازاي اتحدوا مع بعض، ده الكلام العلمي. انما لو حكينا عليها على قصه من الحياه، لو تخيلناها فيلم سينمائي هنقول ايه؟ هنقول نحكي قصة المانديبولار نيرف كقصة فيلم سينمائي. لو قلنا ان السنسوري روت والموتور روت ولد وبنت ارتبطوا ببعض مثلا في مرحلة الكلية، البنت تخينة شوية عن الولد والولد بيبقى رفيع، فالبنت اللي هي السنسوري روت وكلها احاسيس والولد اللي هو الموتور روت كله حركة ونشاط. طيب هما فقراء لانهم لسه في الكلية ملقوش شقة، قالوا نتجوز في بيت الاسرة، دخلوا من بيت الاسرة من بوابته، بوابته هي الفرع من اوفال، وبيت الاسرة كان الانفرا تيمبورال ريجون، يدوبك قعدوا هناك من نص الواحد سنتي يعني من ست شهور لسنة، خلفوا توأم ولد وبنت، ولد موتور اللي هو النيرف توزاميديا الترجويد، وبنت سينسوري اللي هي النيرفس اسباينوزاس. مشاكل بيت العيلة للانفرا تيمبورال ريجون فيها نيرفس وفيزلز وفيها فاشيا وفيها ليجامنت وفيها فات وفيها زي بيت الأسرة، في عمات وخالات وإخوات، وعملوا مشاكل سرعان ما تسببهم في طلاق مين؟ طلاق الأسرة الصغيرة اللي هي بتمثل اللي الزوجين اللي هو المانديبولار نيرف ترانك. هينفصلوا إلى إيه؟ إلى الأب هيمشي بيطلع من قدام ويبقى هو الموتور ديفيجن أو الأنتيرو ديفيجن، والأم اللي هي السنسوري ديفيجن أو البوستيرو ديفيجن. هو هيروح يتجوز واحدة تانية ويخلف خلفته كلها صبيان موتور نيرفس اللي هو الديب تمبورال والماسيتيريك والنيرف تريتروجويد، لكنه ما زال بيحب الحب الأولاني اللي هي زوجته الأولانية، فياخد حاجة بس من ريحتها كده حاجة سنسوري اللي هو البكال برانش، وهي انفصلت عنه ومشيت من ورا البيت راحت بوستيريورلي وأعطتني البرانشز بتاعتها، اتجوزت عملت اولاد تانيين وكانت معظمهم بنات، وسنسوري نيرفس اللي هم اللينجوال نيرف والانفيريو الالفلر والاريكلو تمبرال، لكن لانها ما زالت لسه فاكره العشره القديمه فخد اخذت ولد من ريحه جوزها الاولاني اللي هو الانتيريو ديفيجن اللي هو النيرف توزي مايلو هايويد ماسل. في الشريحه اللي جايه هنتكلم بعد كده بالتفصيل عن هذه البرانش. دلوقتي احنا نتكلم على بعض من البيج برانشز اوف ذا مانديبولار نيرف، فنبتدي باللينجوال نيرف اللي هو العصب اللي رايح يغذي اللسان وما حول اللسان. بخصوص اللينجوال نيرف نتكلم على الكورس بتاعه، ادي المندبل. لازم الاول نرسم توبوغرافيا للاستراكشرز اللي هيمشي عليها اللينجوال نيرف. ده المندبل، دي اللاترال تريجويد ماسل حاطط الانسرشن بتاعها في الفرونت اوف ذا نيك اوف ذا مندبل، وده كان التونج كان بيستقبل الانسيرشن بتاع التلات عضلات لهم علاقه وثيقه بالكورس وريليشن اوف ذا لينجوال نيرف. اول عضله فيهم كانت جايه من ورا اسمها ستايلوجلوسس، جايه من الستايلود بروسيس ورايحه حاطه الانسيرشن بتاعها في التونج. العضله الثانيه جايه من الهايوبوم من تحت وديب للمندبل حاطط انسيرشن بتاعها في التونج اسمها هايوجلوسس نسبه للهايويد بون والتونج. العضلة التالتة جاية من المندبل وشكلها فان شيبد ورايحة للانتيريور بارت اوف ذا تانج واسمها جينيو جلوسس. ديت هي الأرضية اللي هيمشي عليها اللينجوال نيرف. اللينجوال نيرف كان أحد البرانشز الكبيرة اللي طالعة من البوستيريور ديفيجن اوف ذا مانديبولار نيرف. المانديبولار نيرف دخل الانفراتمبرال فوسة من الفورامين اوفال، دخل ديب لللاترال تريجويد ماسل، انقسم إلى بوستيريو ديفيجن وانتيريو ديفيجن. الانتيريو ديفيجن راحت ذا برانشز موتور برانشز راحت للماسلز اوف ماستيكيشن، اما البوستيريو ديفيجن فكان اعطاني من هنا اللينجوال نيرف. هيظهر اللينجوال نيرف عند هذه النقطه اللي هي اللور بوردر
of the lower head of the lateral pterygoid. هيظهر من عندها وهيمشي يتسحب deep للريموس of the mandible بين الريموس of the mandible وبين الميديال pterygoid بهذا الشكل. ثم يمشي يمشي over يعني lying over lying over to the styloglossus muscle. ثم بعد كده اللينجوال نيرف هيمشي في منطقة خطرة في الفم يسموها dangerous area of the mouth. dangerous area of the mouth هذه المنطقة تقع ميديال تقع على الميديال سايد of the lower third molar tooth بين الميوكس ممبرين وبين البون. علشان كده في هذه المنطقة مهم قوي ان دكاترة الاسنان انهم ياخدوا بالهم اثناء عملية tooth extraction. بعد كده اللينجوال نيرف هيمشي يعدي على الهايجلوسس ماسل ثم يدخل في الممر الفاصل بين الهايجلوسس والجينيوجلوسس علشان يغذي الانتيريور تو ثيردز اوف تانج ويشيل منه جنرال سنسيشن. بس كده لا، ده في حاجه ثانيه. كان هو في الانفرا تمبرال ريجون كان اللينجوال نيرف دخل في قلبه، دخل في قلب الشيز بتاعه نيرف ثاني اسمه كوردا تمباناي، التحق بيه اتحد معاه والفايبرز مشيت مع الفايبرز اوف ذا لينجوال نيرف وشالت من الانتيريور your two thirds of tongue taste sensation. ده كان اللينجوال نيرف. اذا جينا نشوف العصب الثاني الكبير اللي اسمه inferior alveolar nerve هيمشي مسار مشابه لحد كبير لمسار اللينجوال نيرف. ادي المندبل اللاترال تريجويد ماسل التانج وحط فيها الانسيرشن بتاع تلات عضلات ستايلوجلوسس من ورا وهايوجلوسس من تحت وجينيوجلوسس من قدام. ده المانديبولار نيرف برضو مش نفس الكورس. البوستيريور ديفيجن بتاعه كان قاعد ديب لي اللاترال تريجويد ماسل يعني ماشي على الميدل سيرفيس بتاعها. من البوستيريور ديفيجن هيخرج الانفيريور الفولار نيرف هيظهر عند هذه النقطه وهذه النقطه هي اللور بوردر اوف ذا لور هيد اوف ذا لاترال تريجويد. هيمشي على الميديال سايد اوف ذا ريموس اوف ذا ماندبل بين الريموس اوف ذا ماندبل وبين الميديال تريجويد ثم يدخل في كانال اسمها مانديبولار كانال. هذه عباره عن بني كانال ماشيه في قلب المندبل هيمشي فيها الانفيريور الفولار نيرف ثم يخرج من الفتحه الاخرى من المانديبولار كانال اسمها منتال فورومن ويطلع يبقى اسمه منتال نيرف. المنتال نيرف بعد ما يطلع هينقسم الى قسمين اثنين، هينقسم الى كناين وانسيسيف. كناين هيغذي ايه الكناين كناين توث اللي هو ناب ثم الانسيسيف هيغذي الانسايزور تيس اللي هم السنترال واللاترال انسايزور. بعد كده المنتال نيرف نفسه هيتولى تغذيه السكين اوفر ذا مانديبول بالكيوتينيوس نيرف سبلاي. العصب التالي كده اللي هو الاريكولوتمبرال نيرف ذكر مرات سابقه مع السكالب اند فيس.